أهلا بكم. طائرة التشويش والاستطلاع الإلكتروني العشرون الروسية التي سقطت قبالة الساحل السوري أصيبت خطأ بصاروخ سوري خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. لكن الحادثة بحسب التحقيق الروسي توصل إلى أنها ليست عفوية، بل تسببت فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية وعدتها موسكو عملا عدوانيا تاركة لنفسها حق الرد. في تفاصيل ما حدث، قامت 4 طائرات حربية إسرائيلية من نوع F-16 باستهداف مواقع سورية قرب مدينة اللاذقية بقذائف جوية موجهة حوالي الساعة 10 من مساء الاثنين. الدفاع الروسي اعتبرت أن الطائرات الإسرائيلية اقتربت من أهدافها على علو منخفض من جهة البحر المتوسط، وعرضت السفن والطائرات الموجودة في تلك المنطقة للخطر بشكل متعمد. وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخها من نقطة قريبة من مكان فرقاطة أوفيرون الفرنسية، إضافة إلى قربها الشديد من طائرة الـ20 التي كانت تستعد للهبوط. الدفاع الروسي كشفت أن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية، لأن سطح الـ20 يزيد بكثير عن سطح F-16، فأصابها صاروخ من منظومة S-200. كما لفتت إلى أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بالعملية المخطط لها إلا قبل دقيقة واحدة من الهجوم وعبر الخط الساخن، ما لم يسمح بانسحاب الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة. الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا جعل روسيا تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة، وجرى تقييم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية وتستحق الرد. تل أبيب تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل 15 عسكريا روسيا بعد إسقاط طائرتهم. هذا هو الموقف الروسي بشأن حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية إيف-20 في طريق عودتها إلى قاعدة حميمين بسوريا. وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أكد في اتصال هاتفي مع نظير الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أن موسكو تحتفظ بحق الرد المناسب على هذه الحادثة. جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فاقت من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها. وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن هجمات على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها تهدد أمن الجنود الروس. ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية الإسرائيلية، ونحتفظ بحقنا في الرد بخطوات مناسبة. موسكو كشفت أن الطائرة أسقطت بصاروخ من منظومة S-200 التابعة للجيش السوري خلال تصديها لهجوم إسرائيلي، إلا أنها على الرغم من ذلك تحمل تل أبيب المسؤولية عن الحادثة، مشيرة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية استغلت الطائرة الروسية كستار مطلقة من مسافة قريبة منها صواريخ باتجاه أهداف في اللاذقية. استخدم الطيارون الإسرائيليون الطائرة الروسية كغطاء، ما جعلها عرضة لنيران الدفاع الجوي السوري. وباعتبار أن سطح الطائرة إيل-20 يمكن رصده بشكل أوضح من F-16، فبالنتيجة أسقطت بصاروخ من منظومة S-200. نقيم التصرف الإسرائيلي الاستفزازي كتصرف عدواني، ونتيجة للتصرفات غير المسؤولة من قبل العسكريين الإسرائيليين فقد قتل 15 جنديا روسيا، وهذا لا يتناسب مطلقا مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية. روسيا تحتفظ بحق الرد المناسب. يرى مراقبون أن إجراءات الرد بيد موسكو متنوعة، وقد تتمثل بوقف العلاقات العسكرية مع تل أبيب أو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية. كذلك هناك إمكانية اتخاذ إجراءات دبلوماسية، أو قد يصل الأمر إلى توريد أنظمة دفاع جوي متطورة إلى المنطقة. لكن الخيارات هذه وغيرها تبقى مرهونة بعوامل مختلفة وبأبعاد ذلك على المستقبل القريب والبعيد. في حادثة غير مسبوقة، التصرفات الإسرائيلية تتسبب بإسقاط طائرة روسية ومقتل 15 جنديا روسيا، لتوضع بذلك علاقات موسكو مع تل أبيب أمام اختبار صعب، وتفتح أبواب خيارات الرد الروسي على مصراعيها. بعد ساعات من الصمت المطبق الذي واجهت به تل أبيب اتهامات موسكو، جاء الرد الإسرائيلي بإلقاء المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية على كاهل دمشق، إذ قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن إيران وحزب الله شركاء في المسؤولية،
وأرفق تحقيقا أوليا من جانبه في الحادثة ينفي ضلوع مقاتلاته في إسقاط الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن المقاتلات الإسرائيلية كانت قد عادت إلى الأجواء الإسرائيلية وقت استهداف المضادات السورية للطائرة إيل 20. أنا لا أعتقد أن السلاح الجوي الإسرائيلي يقوم بخطوة مثل هذه الخطوة، أنه يستغل الطائرة الروسية كمصيدة لمهاجمة مستودعات الأسلحة. للسلاح الجوي الإسرائيلي هنا قدرات فائقة بهذا الموضوع، وأنا واثق من أن هناك ارتكبت أخطاء كما ارتكبت أخطاء عندما تم إسقاط الطائرة الإسرائيلية قبل عدة أشهر، ولذلك هذا كان سوء تفاهم. الجيش الإسرائيلي عاد وأكد شنه غارات على منشأة للجيش السوري في منطقة اللاذقية، يقول إنها تستخدم لإنتاج أسلحة دقيقة لصالح كل من إيران وحزب الله. ويضيف الجيش الإسرائيلي أنه عندما نفذ الغارة لم تكن الطائرة الروسية موجودة في المنطقة، وهو ما يناقض بشكل تام الرواية الروسية للحادثة. يبدو أن هناك بعض التوتر بين إسرائيل وبين روسيا في بعد هذه الحادثة، ولكن نتوقع أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، علما أن التنسيق الروسي الإسرائيلي بما يخص الأجواء السورية حتى هذه اللحظة كان تنسيقا جيدا بين البلدين، وهناك مصالح للبلدين سيتجاوزان هذه الأزمة وستعود الأمور إلى ما كانت عليها، وإسرائيل ستستمر على ما يبدو بقصف المواقع التي تهدد أمنها كما تقول هي. تقول إسرائيل إنها أبلغت موسكو مسبقا بشن ضربات عسكرية فوق اللاذقية كجزء من التنسيق العسكري بين الجانبين، متهمة دمشق بأنها لم تعمل على التأكد من خلو الأجواء من الطائرات الروسية عند تفعيل المضادات. ترفض إسرائيل تحمل المسؤولية بالتسبب بإسقاط الطائرة الروسية بالرغم من إقرارها بشن غارات أدت إلى تفعيل المضادات الجوية السورية، وتوجه بدورها أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية وإيران وحزب الله. الرواية الرسمية الروسية إسرائيل تتحمل المسؤولية لسببين. أولا، عندما أبلغ هناك قناة تواصل بين الروس والإسرائيليين عند تنفيذ أي عملية عسكرية، الإسرائيليون أبلغوا الروس بتنفيذ هذه الهجمة الجوية يعني قبل أقل من دقيقة، لم يكن أمام الروس سوى أقل من دقيقة لكي يستطيعوا أن ينسقوا أي عمليات لهم، وبالتالي الطلب من الطائرة الروسية الخروج من هذه المنطقة، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لروسيا سلوك الطيارين الإسرائيليين في منطقة الهجوم كان عدائي. لماذا كان عدائي؟ بحسب الرواية الرسمية الروسية الطيارون الإسرائيليون اختبأوا وراء طائرة الروسية لتكون هي في مرمى النيران السورية، وبالتالي سقطت. ومن هنا يقولون أن هذا التصرف غير مسؤول وعدائي، وأن هذه الظروف هي التي أدت إلى سقوط الطائرة، ويحملون إسرائيل المسؤولية الكاملة ويحتفظون لنفسهم بحق رد مساو بناء على ذلك. هذه هي الروايات الرسمية، لكن حقيقة ما الذي حدث في تلك الليلة الأمر يبدو غامض جدا. لماذا غامض جدا؟ أولا، يفترض بالقوات السورية أنها تعلن تماما أين توجد الطائرة الروسية. لماذا؟ من يسيطر على سماء سوريا هم الروس. لكي تكون هناك منظومة دفاع جوي تطلق صواريخ، لابد أن تكون هناك رادارات ترصد ما الذي يدور في السماء، وهناك عمليات عسكرية لطائرات روسية، وبالتالي هناك تنسيق بين الطرف السوري والطرف الروسي، وهناك غرف عمليات مشتركة، وبالتالي لابد أن يعلم القوات السورية أن هناك طائرة روسية أقلعت في الساعة كذا، وهي موجودة في المكان معين في التوقيت معين، وبالتالي يعلمون كل شيء. هذا مفصل من خلال التنسيق، هذا أولا. ثانيا، على الرادارات من المفترض أنهم رأوا هذه الطائرة، ومن المفترض من الناحية العسكرية أن هذه الطائرة ترسل إشارات بأنها طائرة صديقة، ومنظومة السلاح هي واحدة، منظومة روسية، إن كان الصاروخ أو الرادار أو الطائرة التي سقطت. فكل ذلك يدفع إلى التساؤل،
إذا كانت القوات السورية ترى الطائرة الروسية على شاشة الرادار وترى من ورائها طائرات إسرائيلية عدوة، لماذا تهامر بإطلاق الصاروخ في هذا الوقت وفي هذه المنطقة بالتحديد؟ سؤال من لم نجد إجابة عنه حتى الآن. موضوع آخر حتى وإن كان ليس في صلب الموضوع لكن أيضا يثير تساؤلات عن ما حدث في تلك الليلة التي تبدو غامضة في الكثير من النواحي. الروس تحدثوا عن وجود فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ في سوريا. النفي الفرنسي عندما جاء قال المتحدث العسكري الفرنسي بأن فرنسا غير متورطة في إسقاط الطائرة الروسية، لكنه لم يقل أن فرنسا لم تطلق صواريخ. إن كانت هناك عملية إطلاق صواريخ فرنسية تمت فعلا في سوريا في تلك الليلة، استهدفت من ولماذا وهل حدثت فعلا أم لا؟ هذا معناه إن كانت هذه المعلومات صحيحة التي تحدث عنها الروس، هذا معناه أن هناك عمليات عسكرية أخرى تحدث في سوريا. إذن هناك غموض وهناك الكثير من أثر في تلك الليلة. خالد، موسكو قررت استدعاء السفير الإسرائيلي في كخطوة أولى، هل ننتظر تداعيات أقوى أو تصعيد أكبر من ذلك؟ رد الفعل الروسي سيكون مرتبط بحقيقة ما حدث. إن كان ما حدث هو خطأ سوري أو روسي وروسيا تحاول التغطية عليه حاليا، سيكون هناك التظاهر بغضب روسي، لكن سيكون الرد في نهاية الأمر محدود. لكن إن كان فعلا الخطأ ليس سوريا ولا روسيا وهناك تصرف عدائي من قبل طيارين إسرائيليين، هذا سيزعج الروس وسيكون هناك رد. نحن لا نتحدث عن مواجهة عسكرية بين إسرائيل وروسيا، في النهاية هذا الخطأ يصنف ضمن أو ما حدث يصنف ضمن الأخطاء غير المقصودة، ليس هناك عداء بين إسرائيل وروسيا، وبالتالي لن يكون هناك ذهاب إلى بعيدا كثيرا. لكن في النهاية ما قد يحدث إن كانت إسرائيل فعلا أخطأت، قد يكون هناك تراجع في التنسيق، قد يكون هناك حادث يصيب طائرة إسرائيلية كما حدث لطائرة روسية، لكن لن تصل الأمور بعيدا في نهاية الأمر. شكرا جزيلا لك خالد الغربلي.